فضيلة الشيخ عطية صقر، نسمع كثيرا عن امرأة الناشز، فما هو هذا النشوز؟ النشوز هو العصيان، مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض. يقال نشز الرجل ينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما، ومنه قوله تعالى: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي ارتفعوا وانهضوا. فالمرأة الناشز هي التي عصت أمر زوجها وتعالت عما أوجبه الله عليها من طاعته. والرجل يكون ناشزا إذا ضرب زوجته وجفاها. قال تعالى في نشوز المرأة: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أي معالجة نشوز المرأة عند الخوف من وقوعه هو نصحها بأنه عصيان ومخالفة تستوجب العقوبة، فإن تمادت في النشوز بعد النصح كان الهجر في المضجع، أي المعاشرة الجنسية أو هجر الفراش الذي يجر إلى المعاشرة. فإن تمادت بعد ذلك كان الضرب غير المبرح وهو بعيد عن التشويه والكسر. ونشوزها يكون بعصيان زوجها في المتعة المعروفة وفي ملازمة البيت بعدم الخروج إلا لحاجة أو ضرورة. أما نشوز الزوج فقد جاء في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ونشوزه يكون بإيذائها بغير سبب أو امتناعه عن أداء حقوقها الواجبة لها عليه. وقيل نشوز الرجل ما روي عن علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: المرأة تكون عند الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كبر سنها أو سوء خلقها وتكره فراقه. فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له أن يأخذ، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. ذكر ذلك القرطبي في تفسيره والله أعلم.